مش 10 سنين. ما شاء الله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى حمدا طيبا ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. واشهد ان لا اله الا انت واحد لا مضله وموجود لا معله بالبر معروف وبالاحسان موصوف. واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبدك المجتبى ونبيك المصطفى ورسولك الى كافه الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رضى اللهم عن شيخنا ومشايخنا في الله اجمعين، وعن كل من علمنا حرفا في الله، وعن كل واقف على باب الله بحق وصدق من كل مثل وطريق. اما بعد، فانا كنا قد انتهينا في الدرس الماضي في الحكم العطائيه لمولانا سيدنا الشيخ ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وارضاه. انتهينا من الحكمه التي تقول: لا تيأس من قبول عمل لا تجد فيه وجود الحضور، فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا. اي انه ليس الشأن وجود الثمرة عاجلا، وإنما وجودها عموما. فقد لا يدرك الإنسان ثمرة أعماله ومجاهداته عاجلا، فليس هذا دليل على عدم قبول العمل، فقد تدرك ثمرته آجلا. وبعد ذلك نأتي إلى حكمة اليوم. يقول رضي الله عنه: لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته. فليس المراد من السحابة الإمطار، وإنما المراد منها وجود الثمار. لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته. فليس المراد من السحابة الإمطار، وإنما المراد منها وجود الأثمار. نعلم كما قال سيدنا ابن عطاء الله من قبل، يقول: من لا ورد له لا وارد له. والورد ما أنت مهديه إليه، والوارد ما هو مهديه إليك. من لا ورد له لا وارد له. والورد ما أنت مهديه إليه، والوارد ما هو مهديه إليك. أي أن الورد ما أنت مهديه إليه سبحانه وتعالى من حسن عبادات، من أفكار، من صدقات، من أعمال صالحات، من أوراد كالتي يقرأها المريدون، من مواظبة على هذه الأوراد، من إخلاص النوايا. هذه هي الأوراق. فمن لا ورد له لا وارد له. والوارد هو ما يهديه إليك سبحانه وتعالى من ثمرات، من فتوحات، من أنوار، من علوم، من أسرار، من نفحات. هذه الواردات متنوعة و تنعكس على قلب المريد وعلى سلوكه من تواضع أو خشوع أو زهد أو ورع أو غير ذلك من ثمار هذه الواردات. فهنا يقول الشيخ رضي الله عنه بعد أن بين لنا في الحكمة السابقة أن حتى لا نقف مع هذه الواردات، فهنا يقيم ميزان: لا تيأسن من قبول عمل لا تجد فيه وجود الحضور، فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا. حتى لا ييأس
الدرس المريب. ثم بالنسبة لمن يشعر بالوالدات ويشعر بأثر وثمار هذه الوالدات في قلبه أو في نفسه، فهنا يحذرك الشيخ: فلا تزكين هذا الوالد، لأن ليس المقصود من السحابة الإمطار، وإنما وجود الأثمار مهم في الثمر في النتيجة، نتيجة هذه الوالدات. فيقول يعني كما يشرح ابن الشيخ ابن عجيبة: إن شئت قلت أن الوالدات التي ترد على الإنسان أو ثمار الوالدات هي هدم العوائد العادات، أنها تخرج الإنسان من عاداته السيئة واكتساب الفوائد الربانية والتخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل، وأن هذه الوالدات قد تكون ثمرة الوالدات السابقة ما ينشأ عنها، عن هذه الفتوحات، من الذلة والانكسار بين يدي الله تعالى. لأن زي ما قلت سيدنا الشيخ الجنين لما سئل: فكيف يكون ذلك؟ كيف يكون الطريق إلى الله؟ كيف تكون التوبة؟ فقال: إيه؟ خوف مزعج أو شوق، خوف مزعج أو شوق مقلق. خوف من الجليل يجعل الإنسان أو يزعل الإنسان عن عوائده وعن عاداته السيئة وعن معاصيه، يزعجه عن الغفلة وينقذه إلى الله تعالى لكي ينتبه. أو شوق المحبة مقلقة، لأن الشوق يقلق الإنسان إلى من يتشوق إليه. فينتج عن هذه الوالدات، ينشأ عنها ثمار منها الذلة والانكسار بين يدي الله تعالى، أو خشوع وسكينة بين يدي الحق جل وعلا، أو ينشأ منها وقار وحلم، وقار على صاحب هذا الطريق، وحلم سكينة، أو زهد وسخاء، زهد في الدنيا وسخاء على الناس، أو إيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تخلص من رق الشهوات النفسية والجسمانية، أن تعطي الشهوات لها سيطرة على أو العوائد النفسانية، والخروج من سجن الأكوان إلى فضاء المكون سبحانه وتعالى، والترقي إلى فضاء الشهود والعيال، يعني يخرج من سجن الأكوان، من سجن الأسباب إلى سجن مسبب، إلى فضاء مسبب الأسباب، إلى العلم، إلى فضاء الشهود والعيال، يصبح علمهم عن مشاهدة، ليس عن دليل وبرهان فقط، وإنما عن شهود وعيال. والتجرد من يد الأغيار، يعني يتجرد من يد السوى، سوى الله سبحانه وتعالى، يتحرر من رق الأغيار، رق غير الله عز وجل، والتمحض إلى تحقيق المعارف والأسرار. وكل هذه الثمار تحدث عنه الشيخ في الحكم، في ثنايا الحكم تحدث الشيخ رضي الله عنه عن بعض هذه الثمار. لما كان، لو تتذكروا الشيخ في البداية كان يقول: أورد عليك الوالد، إنما أورد عليك الوالد لتكون لي عليه وارد، إنما أورد عليك الوالد لتكون به عليه وارد، أي أن الحق جل وعلا عندما يقبل عليك بوارد معين، وارد خشوع أو وارد خوف أو وارد سكينة أو وارد زهد أو وارد ورع، إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد، ورد إليك بهذا الوارد لكي تقبل عليه بهذا الوارد. أهذا الوارد سبب يجب أن تقبل عليه بهذا السبب؟ هذا الوارد يا أخوان ودي من أدق الأمور في السير إلى الله تعالى.
هذه الجزئية من أدق الأمور في طريق السير إلى الله عز وجل، لأن هذه الواردات قد تكون واردات باطنية وقد تكون واردات ظاهرية. وارد باطني زي وارد الخوف أو الخشوع أو الزهد أو الورع كما قلنا، أو وارد أنس أو وارد هيبة، ده وارد باطني. طب إيه الوارد الظاهري؟ قد يقبل عليك الحق جل وعلا بالصحة أو بالغنى، قد يقبل عليك الحق سبحانه وتعالى بالصحة، يقبل عليك بالغنى، يقبل عليك بالعز، وقد يقبل عليك بالذل، قد يقبل عليك بالمرض، قد يقبل عليك بالفقر. هذه واردات أو أسباب ظاهرة وباطنة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يتعرف عليك بها، لأن كما سبق أن قلنا زي ما قول ابن عطاء إذا فتح لك بابا للتعرف عليه فاعلم أنما هو الذي أراد أن يتعرف عليه، وهو جل وعلا يتعرف على عباده بما شاء وكيف شاء في الوقت الذي يشاء قدر ما شاء، وهو على ما يشاء قدير. يتعرف على هذا بالغنى وعلى هذا بالفقر، على هذا بالصحة وعلى هذا بالمرض، على هذا بالعز وعلى هذا بالذل. فليس الشأن هكذا أن تكون غنيا أو فقيرا، زي ما يقول ابن عطاء الله في كتاب له إسقاط التنوير في إسقاط التدبير، أن هذه التعرفات الأحكام التي يريدها عليك سبحانه وتعالى أحكام تكليفية وأحكام تعريفية. أحكام الحق، أحكام الحق سبحانه وتعالى الشريعة فيها أحكام تكليفية، وله سبحانه وتعالى أحكام تعريفية. أحكام التكليف زي افعل أو لا تفعل، الأوامر والنواهي. أحكام التعريف هو ما يرد عليك به الحق سبحانه وتعالى من تعرفات جلالية أو جمالية ليريد أن يتعرف عليك بها. فعندما يقبل عليك بالصحة تعرف جمالي، أو بالمرض تعرف جلالي، يقبل عليك بالخوف في باطنك وارد باطنك يبقى ده جلال، يقبل عليك بالأنس أو بالبسط وارد جمالي، يقبل عليك بالقبض وارد جلالي. هذه الواردات هو يريد أن يتعرف عليك بها، فما هو الذي يجب عليك أن تتعرف به عليه سبحانه وتعالى؟ أي ما هو مقتضى هذا الوارد؟ الوارد ده هو يقتضي أدب معين. السادة الصوفية بيقول سموه إيه؟ أدب الوقت. أدب الوقت هو فيما أقامك، أقامك في شيء، ما هو الأدب الذي يجب أن تقبل عليه فيما أقامك فيه؟ فليس الشأن مثلا أن تكون غنيا أو فقيرا، أو أن تكون صحيحا أو سقيما، أو عزيزا أو ذليلا، ولكن الشأن ما هو الواجب أو الأدب الذي يجب عليه أن تقوم به في هذا المقام الذي أقامك فيه. أقام سيدنا سليمان في العز وفي الملك وفي الحكم، وأعطاه النبوة والغنى والمال، وأنعم عليه بما يعني لم ينعم به على أحد من بعد، ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. طيب ما أدب الوقت الذي أقبل به سيدنا سليمان على الحق جل وعلا لما أعطاه هذا؟ إنا وجدناه شاكرا نعم العبد إنه أواب. قام بحق الشكر وتحقق بهذا المقام. ولما جاء أقبل على سيدنا أيوب بالفقر والمرض وكل ما هو بلاء، فماذا كان أدب سيدنا داوود سيدنا أيوب في هذا المقام؟ أدب الوقت. ما الذي أقبل عليه؟ إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد، فورد على سيدنا أيوب كما ورد عليه الحق بذلك، فأجاب بأدب الوقت.
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فإذا مقتضى الوارد الذي ورد به سبحانه وتعالى على سيدنا سليمان كان وارد الشكر، فتأدب بأدب اسم الشكور سبحانه وتعالى. لما ورد على سيدنا أيوب بالبلاء فكان مقتضى هذا اسمه الصبور. فورد لما أقبل عليه الحق بالبلاء فأقبل على الحق باسم الصبور، فكان صابرا نعم العبد إنه أواب. فإذا أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا، أو كما يقول، شوف الواردات أهميتها، أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار ويحررك من سجن الآثار. يتسلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد، هذا الوارد الذي ورد عليك من الحق سبحانه وتعالى أراد أن يزعجك على ألا تسكن لغيره الأغيار، أراد أن يزعجك ألا تسكن لغيره، أراد بهذا البلاء، هذا الوارد الذي أتى في صورة بلاء أو في صورة تعرفات جلالية في قلبك، أراد أن يزعجك عن السكون للأغيار. فكان هذا الوارد نتيجته أن يحررك من سجن الأغيار، يتسلمك من يد الأغيار لأن الأغيار تسيطر عليك، ويحررك من ربط الآثار، آثار الأكوان، لأن الأكوان لها آثار تستعبد الإنسان، آثار الكون. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، كل هذه هي رق الآثار، وما عند الله خير وأبقى. بل تكثرون الحياة الدنيا، هذه رق الآثار. فهو بهذا الوارد أراد أن يخلصك من رق الآثار ليرتقي بك إلى مقام أعلى، هي الأنوار. لذلك لما يأتي ابن عطاء الله ويقول: أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار البواطن بأنوار أوصافه، ولذلك أفلت أنوار السرائر، ولذلك أفلت أنوار الآثار أو الظواهر، ولم تأثر أنوار القلوب والسرائر. أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار البواطن أو القلوب بأنوار أوصافه، لذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر. فالظواهر أثر، فأراد أن يحررك من رق الآثار، أو يقول: أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. شفت الواردات بيبقى أثرها إيه؟ ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك، ما حجبك عنه إلا توهم وجودك معه، هو السر. ما حجبك عنه إلا توهم وجودك معه، هذا السر. أمال إيه الشهود؟ من شهد الحق يستحيل أن يشهد معه سواه. من شهد الحق يستحيل أن يشهد معه سواه، لأنه لا موجود على الحقيقة إلا. عشان كده أخرجك، ليخرجك من سجن وجودك، سجن رؤية نفسك، فحجبت بهذا السجن عن رؤية شهود ربك. هذا المعنى. عشان كده سيدنا الشيخ أبو طالب المكي يقول أن المشاهدة هي أول مقام المقربين. شفت السابقون، السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. المقربون دول أول درجة لعلمهم هو مقام المشاهدة. فالمشاهدة هي أول مقام المقربين، وهي مشاهدة وصف، ده كلام سيدنا الشيخ أبو طالب المكي، وهي مشاهدة وصف قريب يحيط ببعد نفسك. مشاهدة وصف قريب
يحيط ببعد النفس فيستولي عليها فيغيب بعده في قربه وينطوي عقله تحت ظنه، كما تغيب أنوار القمر في ضياء الشمس. يعني لما يتحقق الإنسان بالمشاهدة يستحيل أن تشهد معه سوى، فهو يشاهد وصف من أوصافه سبحانه وتعالى، فهو القريب وما دونه بعيد. هو القريب لأنه هو الموجود على الحقيقة، ليس كمثله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فليس موجود من سواه. فهو إذن مشاهدة وصف قريب، اسمه القريب، تحقق بمشاهدة وصف القريب، لأنه ما حجبك عنه إلا توهم وجودك معه، هو هذا الذي يجعلنا بعيدين عنه. فعندما تتحقق ترى قربه سبحانه وتعالى فينتفي رؤيتك، تنتفي رؤيتك لنفسك. مشاهدة القرب، مشاهدة اسمه القريب، مشاهدة وصفه القريب، تستولي على نفس المشاهد، تستولي على نفس السالك المقرب، فيغيب بعدها في قربه سبحانه وتعالى. لأن يستحيل طالما شاهد القرب يسيطر القرب على البعد، فتصبح تستولي عليه فيغيب بعدك في قربه. نعم نعم سبحانه وتعالى. إذن أورد عليك الوالد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. ولذلك لما الحكمة اللي قريبا قرأناها يقول: متى وردت الواردات الإلهية إليك هدمت العوائد عليك. عندما تأتي الواردات الإلهية تهدم العوائد على الإنسان، يخرج من العادات بتاعته، يتعود ينام في وقت معين ويأكل في وقت معين ويأكل أشياء معينة ويشرب أشياء معينة ويركب أشياء معينة ويلبس أشياء معينة، أصبح سجين العادات والتقاليد بتاعه. فلما يأتي الوارد يزعجه عن هذه العوائد ويهدمها لديه، ويتوجه إلى الله بصدق وإخلاص. وقال أيضا: الوارد يأتي من حضرة قهار، لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمه. الواردات تأتي من اسمه القهار، فلا تواجه شيء في عوائد الإنسان إلا تدمغه بالإيه؟ تدمغه فإذا هو زاد. فلذلك يتحرر بهذا الوارد من هذه العوائد. يعني معنى كلام الشيخ: لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته. فليس المراد من السحابة الأمطار الأمطار، وإنما المراد منها وجود الأثمار. يعني يا أيها المريد، إذا ورد عليك وارد ولم يطرق فيك هذه الخصال فلا تزكيه. هذا الوارد إن لم يكن له هذه الآثار التي يذكرها الشيخ، إن لم يهدم العوائد لديك، إن لم يحققك بالذل والانكسار بين يدي الحق جل وعلا، إن لم يكن آثاره الخشوع والسكينة، إن لم يكن آثاره الزهد والسخاء والورع، إن لم يكن منه إلا إن لم يكن منه أن تقوم بين يدي الله قائما وساجدا تحفظ الآخرة وتخشى لقاء ربك، إن لم يكن هذا يبقى إذن فلا تزكي هذا الوارد، يبقى مش وارد، واتهم نفسك فيه لئلا يكون شيطانيا. اتهم نفسك في هذا الوارد يبقى شيطان. آدي الواردات اللي يقول لك بقى ده راجل، يعني بعد كده مفيش، ده راجل ولي، ده إنسان ولي، ده مكاشف. ما هو الجن مكاشف، يا شغلانة يعني. هو يراك وهو قبيله من حيث لا ترونه، وهو يسترق السمع، يسترق السمع. وفي من غير المسلمين بيخبرك عن أشياء غيبية، يبقى هو ده وارد. يبقى أثر الوارد إيه؟
في هذه الاستقامة، في هذه الأخلاق وهذه المواريث المحمدية. ولذلك قال الكرامة خير كرامة هي إيه؟ حسن الاستقامة. هذه الكرامة الحقيقية. الكرامة الحقيقية ليس خرق العوائد، مش الحاجات اللي هي الظاهرة اللي فيها خرق العوائد، لا، إنما هي إيه؟ هي الاستقامة. فإن لم تنعكس هذه الواردات باستقامة ظاهرة وباطنة على الكتاب والسنة، أن يكون الإنسان وارثاً محمدياً أقوالاً وأفعالاً وأحوالاً، يبقى هذه ليست واردات، بل ربما لتكون واردات شيطانية. فإن الوارد الإلهي، خلي بالك على متن، فإن الوارد الإلهي تعقبه برودة وسكينة، هدوء واطمئنان وسكينة، وزهد وطمأنينة، وفترة نوع من السكون والإطمئنان. والوارد الشيطاني تعقبه حرارة وقساوة، قساوة في القلب وحرارة وإزعاج وتكبر وصولة ورؤية نفس، يبقى شايف نفس. فليس المراد من الحال فرحته واختفته وشطحته، إنما المراد منه ثمرته. الوالد اللي بيجي والحال مش الفرحة والثمرة والتنطيط اللي بنشوفه في بعض الناس، بتشارك إن لا ده غاو عقرب ولا ثعبان، هو ده يعني يقول لك ده أصله عنده حال. حال إيه؟ سيدنا الإمام الجنيد سوي عن الأولياء في هذا الأمر قال: كالجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يقول الوارد بيبقى من الداخل، من داخله يتحرك، لكن من الظاهر الوقار والحلم والطمأنينة والسكينة، تحسبها جامدة وهي من شدة الوارد الرباني عليها، تحسبها وهي ايه؟ تمر مر السحاب. يبقى دي الوارد الإلهي، فهو كسحابة الأمطار. فليس المراد منها وجود الأمطار، وإنما المراد منها ما ينشأ عنها من وجود الأثمار. وإحنا فرحانين بالسحابة ليه؟ عشان مطرت. قالوا عارض الممطرنة، فممكن عارض الممطرنة ده يبقى رياح ويبقى إيه؟ كارثة نزلت بهؤلاء القوم. لكن المراد من السحاب إيه؟ ليس الإمطار في ذاته، وإنما المراد منه الثمرة، الإثمار، ما ينتج عن الأمطار من ثمار. فلا تطلب بقاء الحال، فقد يكون بقاؤه ضررا لك، فإن دوام الأمطار يعود نفعها ضررا. وإلى ذلك أشار رضي الله عنه بقوله: لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها، فلك في الله غنى عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيء. لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها، فلك في الله غنى عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيء. بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك للبسط، وأخرجك عنهما كي لا يبقيك لشيء سواه. ترقي من الصفات إلى الذات. ويعني معلش نظرا لأن ما نعطلش الأخ إخوانا في التلفزيون عن التسجيل، فإحنا نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى إن كان لنا في العمر بقية نستأنف إن شاء الله لك في السنين القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.